من الذي اتى بالمجلس العسكري لاداره شؤون البلاد؟ ميدان التحرير. أيوة. لماذا لم يقال في ذلك الوقت انه ميدان التحرير لا يمثل مصر؟ لم يقال هذا لانه كان على هوا المجلس العسكري. لا، هم قالوا مبارك قالوا كده. وبالتالي فالقضيه ليست هكذا. اولا في كلمه لجان جاك روسو ان هو الاراده العامه لا تستلزم منها اراده الاغلبيه، وان الحركات والثورات والمجتمعات تقاد بالاقليه الفاهمه بما يسمى الطليعه الثوريه او الحكماء او العلماء او هكذا. هم دول اللي بيقودوا الثورات. الثوره البلشفيه قامت بلينين، يعني لم تقم بكل في كل جموع الشعب. الطليعه الثوريه لازم يكون لها شرعيه. ايوه، ما هي شرعيتها بفعلها، هي بفعلها وبقدرتها على انها تقلب هذا النظام وتستلم السلطه. انا بس دي نقطه مهمه علشان قضيه الاستفتاء، انا اعتقد هي محاوله كوميديه اكثر منها منطقيه، وبالتالي يجب ان احنا ندرك شيء مهم جدا. انا حدي بس معطيين مهمين جدا. روبرت فيسك الكاتب البريطاني كتب مقال منذ ايام على ما يحدث في مصر، وقال ما هذا الصمت الفئراني، صمت الفئران هذا، وكان يقصد بالفئران باراك اوباما ونيكولاس ساركوزي وقاده الاتحاد الاوروبي. اين هم مما يحدث في مصر؟ اين هم من تلك الدماء؟ اين هم من تلك الاشلاء؟ ده رفيق الحريري في لبنان اقاموا الدنيا ولم يقعدوا، ولجنه التقصي، ولماذا هم ساكتون؟ للاجابه على هذا السؤال يجب ان نرجع لشهر 3 الماضي في مقال مهم جدا لإليزابيث بوملر، كتبت مقال عن سامي عنان. هذا المقال مهم جدا في نيويورك تايمز، كتبت المقال كله عن سامي عنان وانه هو المرشح المفضل للاداره الامريكيه في ذلك الوقت. ومن ثم يجب ان نفهم انه الاداره الامريكيه تدخلت في المرحله الاخيره من الثوره ونقلت مركز الثقل من مبارك الى المجلس العسكري. هي نفس الايه؟ نفس المنظومه. ومن ثم نحن بطفوله سياسيه وبسذاجه ثوريه يعني قمنا بثوره على نظام، فنقلنا الثوره بملفها ومشروعها وطموحاتها واملها الى احد اهم اركان النظام. هذه هي اللعبه الكبرى التي لعب بها على العقول يعني والافهام. انت شايف انها مؤامره امريكيه؟ ده بلا شك، يعني يعني دي حاجة مش محتاجة أصلا اللي احنا نتكلم بيها. الـ 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 المشكلة انه اي قيام إرادة وطنية حقيقية في مصر لن تقف أمام المصالح الأمريكية، بل ستطرد أمريكا من المنطقة. هذه هي القصة. مصر يا جماعة في التاريخ وفي الجغرافيا ليست كموزمبيق، مع احترامنا الكامل لموزمبيق، ولكن القضية مصر هي المركز في هذه المنطقة. ومن ثم يعني إذا كنا هنتكلم إنه ليس هناك تدخل خارجي في مصر، إذا كان في تدخل سعودي، إذا كان في تدخل من أطراف كثيرة في مصر لإدارة هذا البلد. توني بلير على فكرة في تعليقه على الثورة المصرية قال لا يجب أن نواجه هذه الثورة، بل يجب علينا أن نديرها. كل تلك المليارات التي تنفق في المخابرات وفي الاستخبارات وهكذا تنفق لماذا؟ لكي يقودون هذا الشعب. ولكن المسار السياسي والإصلاحي والنيابي والانتخابي وهكذا لن ينفع ما هذا النظام. النظام العسكر كتبوا نواياهم في وثيقة السلم أو المسمى زورة وثيقة السلم، والتي يجب أن تسمى وثيقة العسكري. كتبوا نواياهم يا جماعة، يعني في علم التحليل السياسي إن احنا نستنتج مما لا نعرفه، نصل إلى النتيجة مما لا نعرفها، ولكن الجماعة كتبوا لنا نواياهم فخلاص. فإما بقى نتعامل بصدق ونتعامل بمواجهه حقيقيه، والا لا يجب بقى ان نقول على 25 يناير انها ثوره، نقول عليها اي شيء تاني. على فكره احمد شفيق كان عنده منطق شويه لما قال حودي للناس في ميدان التحرير بونبوني وشوكولاته. ليه؟ لانه كان شايفهم بتوع الشافه. ليه بقى؟ ليه؟ لانه فعلا كان شايف ان القضيه مش ثوره حقيقيه، هي احتجاجات وناس خارجه وكده، لكن ما كانش في عقل ثوري حقيقي، ما كانش في دراسه، وده له معطيات كثيره جدا. لكن يجب انه الشعب المصري اللي بيشوفنا يا دكتوره هاله، نحن في ميدان التحرير، القوى الاسلاميه وغير الاسلاميه، كل الاطياف والاشكال اللي هنا واللي هناك، فقط قامت من اجلكم، فقط قامت من اجل ابنائكم، من اجل صحتكم وتعليمكم. يا جماعه احنا قعدنا 60 سنه تم تجريف العقل المصري، 60 سنه تم تجريف الانسانيه المصريه. نحن في ميدان التحرير نسترجع الكرامه الانسانيه، نسترجع الكرامه المصريه، نسترجع الكرامه الاسلاميه، ونسترجع ايضا الكرامه المسيحيه. نحن من اجلكم فقط قمنا بذلك. اي شيطنه للثوره، يعني مثلا مجلس السكني كان من الحاجات اللي بيعملها، وهي شيطنه الثوره، انه 6 ابريل دولت خليج سي اي، مش عارف، بلاش هقول. كنت بصلي تراويح في رمضان اللي فات مع ضابط جيش،
قال لي احنا هنخلص على 6 ابريل وندخل على الجبهه الوطنيه للتغيير وبعدين الاخوان. طبعا انا عايش هندخل على السلفيين عشان كنت قاعد قصاده. قال لي كده، قال لي كده صراحه. هذا هو المعطى النفسي والعقلي والروحي الذي يبث في داخل الجيش المصري ان هم بيتعاملوا مع احداث لا يتعاملوا مع ثورات. دي ازمه وهنعديها. القضيه خطيره جدا وفيها معلومات خطيره جدا وفيها تداعيات كثيره جدا، ولكن اقول في النهايه اذا كنا عايزين نلعب ثوره، عايزين نلعب ثوره ولا نلعب حاجه ثانيه؟ لو عايزين نلعب ثوره يجب ان نتحد مع القوى الثوريه في ميدان التحرير وبقيه ميادين مصر. استاذ منتصر، قبل الاستاذ امير، يعني ما تصورك عن الايام القليله القادمه؟ مصر ستشهد انتخابات، الناس نازله تنتخب، كلكم هتنزلوا تنتخبوا. نحن نعلم ان هذه الانتخابات التي وصفها الاستاذ جمال الاستاذ امير، اننا ايه النتيجه؟ هنحط قطمه هيطلع لنا كفته ولا ايه بالظبط؟ ما احنا مش عارفين. لا احنا بنحط كفته هيطلع لنا، الله اعلم. فمش عارفين هيطلع لنا ايه في البرلمان القادم. لكن كيفيه، انت قلت كلمه حكومه انقاذ، هل حكومه الدكتور الجنزوري دلوقتي هناك امل ان تصبح هذه هي حكومه الانقاذ القادمه؟ وما تصورك في مآل هذه الانتخابات؟ ما الذي ستؤول إليه هذه الانتخابات؟ وكيفية إصلاح بعض من الأخطاء المعطيات اللي ابتدينا بيها؟ هو الأول ليه حجم الشهداء كبير في الأزمة الأخيرة دي؟ لأن احنا فرطنا في دماء الشهداء اللي سقطوا في 25 يناير لغاية 11 فبراير. احنا فرطنا، لو احنا تكالبنا واصرينا ووضح مننا ذلك الاصرار اللي وضح في ضرورة تنحية مبارك، في ضرورة محاسبة الذين قتلوا الشهداء، ما كانش ده هيبقى نتيجة. لكن لان بقت في محاكمات هزلية وبين محاكمات سورية، وبقى اللواءات يدخلوا القفص ويطلعوا، قبل ما يدخلوا القفص بينظموا المرور للمحكمة ويمنعوا الدخول اليها، وبعد ما يخرجوا من القفص يصرفوا، حاجه عجيبه جدا مش ممكن. دي بس ملحوظه وجعتني وزملاء بيتكلموا. تصور حضرتك احنا عمالين دلوقتي نقول ايه؟ عايزين نعرف مين المسؤول عن قتل المتظاهرين في ماسبيرو، عايزين نعرف اللي ما قتل المتظاهرين في 19 نوفمبر. احنا دلوقتي ابتدينا ننسى معركه الجامعه. لا طبعا، ابتدينا ننسى. عارفه ليه يا دكتور؟ لان القوه الثوريه مش منظمه. برضه دي سلبيه، القوة الثورية مش منظمة. ما حدش بيجيب سيرة دلوقتي معركة الجمل ولا 28 يناير. لكن احنا دلوقتي مستهدف. ازاي؟ زي ما قال الأستاذ أمير، اللي حصل 18 نوفمبر يا جماعة أقوى بكتير من موقعة الجمل يعني. أيوة. أنا بس عاوز مشهد أكثر يعني، هم شهداء موقعة الجمل مش لا طبعًا طبعًا. بس قصدي إن احنا هل احنا دلوقتي ابتدينا ننسى؟ عاوز اكمل بعد الاستاذ مختار. احنا ازاء فتره انتقاليه محدوده جدا، 3 اشهر تقريبا، 4 اشهر من النهارده لغايه يونيو، 6 شهور، 7 شهور او 7 شهور، هندخل منها 3 شهور في انتخابات. صحيح، مش كده؟ على مراحل. صحيح، المصاري يهدى اللي اتعمل لنا. احنا عايزين نصدق دلوقتي هذا الالتزام الذي قطعه السيد المشير، رغم ان احنا صدقنا المسار الاولاني، صدقنا المسار الاولاني بتاع 6 شهور وتعاملنا معاه ولقينا السراب بين ايدينا. انا برضو واقعي على فكره، انا واقعي جدا. طيب خلينا نعمل حكومه انقاذ وطني تعبر تعبيرا حقيقيا عن هذه الثوره. يا جماعه ما فيش ثوره في الدنيا بتحكمش، ما فيش ثوره. هو خلاص ما فيش قيادات، ما فيش نخب من هذه الثورة قريبة منها، بنت عمها، تصلح انها تكون حكومة. يعني نجيب نصاب، مع كامل احترامنا طبعا للدكتور كمال الجنزوري زي ما قال، لكن هي الثورة دي ما فيهاش حد يعبر عنها